في جنوب غرب قارة أفريقيا، في صحراء مغفرة كبيرة قاحلة، قبيلة كبيرة جدا ولكنها انقسمت إلى قسمين عبر الزمن، قبيلة الهمبة وقبيلة الهرورة. القبيلة الأولى اسمها الهمبة، وأكثر شيء يميز هالقبيلة إنهم ما يستخدمون الماء، بس ترى بعدهم انضاف. ما تصدقوني؟ من هم الهمبة؟ قبائل الهمبة، ما أصل هذا المسمى؟ من وين يو؟ كيف وصلوا إلى هذه المنطقة في ناميبيا؟ كثير من الإشاعات التي أيضا طالت قبائل الهمبة بسبب ممكن نقول مظهرهم الخارجي، أيضا عاداتهم وتقاليدهم التي يراها البعض منها غريبة جدا مقارنة ببقية القبائل الموجودة في أفريقيا. فلما نبدأ نطالع ونشوف، ما في أبلغ من أن الإنسان يصل عندهم ويسمع منهم. تعالوا معي. عندهم في طقوسهم الدينية الخاصة، وهي طبعا تحضير الأرواح، أو أنهم يقومون بالتخاطب مع أرواح أجدادهم. طبعا بالنسبة لهم هو الدين اللي يؤمنون فيه، وكثير من القبائل حول العالم التي يعني تتعايش بنفس الظروف عندهم هذا الإيمان، أنهم متعلقين جدا بالدين الروحاني الذي فيه طبعا تواصل بينهم وما بين أرواح أجدادهم. وقاعدين نشوف الآن العملية بشكل طبيعي هنا. هذا طبعا بعض من الماء الآن يتم سكبه على في الصحن. قام بالشرب. أمبرانغايروكي
عند قبائل الهمبة إذا وضع هذه الورقة على يعني جبهته ولصقت هذا يعني أن الحظ سيأتي أو أنه ينادي بالحظ. النقطة الثانية يستخدمون أوراق رطبة تسمى بالويت ليفز، والقصد منها أن أيضا تأتي بالمطر. طيب ليش كل هذه الأمور؟ الدعوة اللي قاعد يدعيها الآن أنه هو يخاطب أرواح أجداده بأنهم يساعدوا على أن يأتي المطر، لذلك احنا نحتاجكم أن تأتوا بالمطر لنا حتى نستطيع أن نعيش ونحيا. ايضا الامر الثاني اللي كان يتمنى الزعيم هو انه يخاطب ارواح اجداده ان يساعدوا ايضا بان يرزق بابناء اكثر من النساء، اهل طبعا متزوج اكثر من امراه في اسرته هنا. فهذه الاشياء التي تخص الزعيم يكون هو الشخص المعني بان يعني يجلب الارواح ويستحضر الارواح ويقول لهم المشاكل اللي عنده او الاشياء اللي يتمناها. طقوس خاصة بقبائل الهمبة، طبعا النار لابد أن تكون موجودة تشتعل بشكل بسيط، ليس بالضرورة كما يظنها البعض أنهم يقومون بوضع نار ويركضوا حولها، لأن هذه النقطة موجودة حتى على الإنترنت عندما الناس تبحث عن قبائل الهمبة لكنها غير صحيحة. الوضع يكون بهذه البساطة، وفقط يضع يده داخل هذا الماء مع الأوراق، ويتم طبعا من خلال ما يؤمنون أن تأتي الأرواح ويطلبون منهم ما يريدون. Pumba kupewa kwa wanene mbikupe nao amia wangana ono kujaweza kuungula chiti mawe ungula mia nolongune na mia nuna kiwanje panganda ya kukara puunaki umwe chai lema wekara panganda rundu wenda wakaendu wenda enda kwa ya kihenda kuwanga ya mana mbona twekupira kuungura leungure za ngombonza nokukatekomia nokuri bisokuri ya طبعا نساء الهمبة ياخذون شاور مو مثل ما يظنون الناس بأنهم لا ما يسبحون ما يتغسلون، الكلام غير صحيح، لأن يمكن مفهوم أنك تسبح وتأخذ لك شاور مختلف من قبيلة إلى قبيلة من مكان إلى مكان. الآن اللي نراه أن هذه الإمرأة الآن من قبيلة الهمبة تقوم بوضع بعض من الفحم في المبخرة نحن نسميها اللي تضع فيها الفحم. ما عرف عن أهل الهمبة أنهم يأتون بالدخان لكي يبدأوا بالتغسل أو بأنهم يأخذون حمام سباحة. طيب كيف؟ شوف سبحان الله نفس الأشياء اللي نحن عندنا هاي احنا نسميها المبخرة اللي نضع فيها البخور، والمثلث هذا يحطون فوقه احيانا الثياب عشان تتبخر، ولكن عندهم مفهوم مثل ما انتم شايفين هني. طبعا واضح ان عندهم ادوات معينة داخلة في مادة دهن اويل اوكي تمام خذت شوية دهن وضعتها على خلينا نقول خشاش إحدى النباتات التي تطلع طبعا هذا الدخان، واللي معروف منه أنه من خلاله على طول يحترق ويطلع هذا الدخان. هم عندهم الآن إيمان أن هذا الدخان جزء من عملية تطهير الجسم، يقومون بتطهير الجسد من أي شوائب من خلينا نقول بكتيريا أو صاخ وغيره من خلال الدخان. خلينا نشوف كيف ذلك يحدث. أوكي سبحان الله. طبعا بمجرد ما تحط الدخان ينولد من وراه نوع من مثل الرطب، يصير الجسم رطب نوعا ما، مثل الندى ايضا يتكون منه. طبعا هذا مثل البخور، رائحته جميله، وشوف انا اشوف انه حاطه ايوه هذا شعرها على فكره. هذا شعرها، هذا اللي تشوفونه هني شعرها، حتى هذه قطعه ايضا شعرها. فتبخر أيضا الشعر حتى تكون رائحته جميلة، وفي نفس الوقت
لا أكثر من استخدامات. البعض أيضا يقول بأن هذا النوع من الدخان يحمل جسم بأن ما تأتي عليه كثير من الحشرات. تمام. طبعا جلد الخروف. أوكي. طبعا هذا اللي يضعونه صح؟ أيوة. من الخلف. أوكي. ايضا يبخرونه. ايه هاندو. اوكي. كنا اجي دوغوبا. وما جا ديتي. اوكي. تمام. ام بادو. يا. اولا نيون غومبي. امو دوغا ورا. اولا نيا ديوندا. اجي زومبا جوغورا. والان تبدا تحط على رقبتها. وهذا نوع من انواع الدهن، او خلينا نقول نوع من العطر المدهن، يوضع على الرقبه لاعطاء رائحه جميله. اوكي. تمام. صور. ايوه اخيرا فهمنا منه. هذا هو الحجر او الحصى او الصخر اللي يستخرج منه اللون الأحمر، وطبعا هو مادة تستخدم لوضعها على الجسم. طبعا الرائحة قاعدة تطلع من الدخان، لا زالت انا اشمها. تمام. شوف هني طبعا جاي مثل البودرة، الان اصبح يدق كأنه مثل الطحين، سبحان الله. اوكي. ايوه الدهن اخذت وضعتها في الدهن. اوكي. تمام. وضعتها اللي هي البودره، بودره الفخار، حجر الفخار هذا الاحمر، وضعتها داخل طبعا قاروره الدهن هذه. اوكي. تمام. والحين هي راح تاخذها مثل ما انتم شايفين، كيف هي الان مشيدها طبعا فيها، لان هذه مو بحاطه منه، وتبدا تحط منه هذا بشكل يومي. اوكي. يا الله. alright. شوف. عفوا شو أجمل شيء أنا قاعد ألامسه الآن؟ أن ما أراه عند قبائل الهمبة، سبحان الله، عندما أتينا لنسمع منهم عرفنا بأنهم ناس يحبون الطيب، ناس يحبون التطيب، ناس عندهم يعني مفهوم أنك لازم تكون بنظافة وأن تكون رائحتك جميلة. ليش ما تاخذين زين شاور تتسبحين هني في البحيره، واذا عندكم بس تاخذين الشاور، مو بافضل واسرع واحسن؟ ايوه. This is the perfume. وهذه هي الان الرائحه التي يعني طبعا مثل اللوشن يوضع على الرقبه لإعطاء رائحة. سبحان الله، نحن عندنا العود نطيب به، نحطه وراء الأذن، نحطه فوق الخشم. طبعا نحن نحطه فوق الخشم لأن نواجه الريايل بالخشم. النساء أيضا ممكن يضعن خلف الأذن على الخشم، أيضا ممكن أيضا نحن نحطه على العقال، نضعه في اليد عند الرسغ، هم يضعونه عند الرقبة. طبعا النساء خاصة هم من يقومن بهذا الأمر اللي هو موضوع التطيب، ووضع طبعا المادة الحمراء هذه اللي هي نرجع ونقول اللي من الصخور الفخارية هذه، أو هي نوع من أنواع الفخار الأحمر اللي وجدوا من خلاله إذا طحنوا، سبحان الله، إذا طحن يطلع منه هذا البودرة هذه، وتوضع في دهن، وبعد ذلك يتم مسحها على الجسم بشكل عام. بالنسبة للأطفال مو بشرط أنهم يسوون الدخان اللي هو حمام الدخان البخار، وإنما يضعون عليه المادة للحفاظ يعني على بشرتهم وهم يكبرون. لكن من الطفلة تكبر وتصل إلى مرحلة البلوغ، هنا تبدأ تضع التطيب والتزين بشكل دائم. رائعين يا همبة، رغم الاختلافات لكن ما لنا إلا نقول أمم، والله أمم.
اوكي. طبعا الان الرجل ايضا اللي هو الشيف زعيم العائله هذه هنا عند قبيله الهمبه هذه راح الان يضعون عليه الماده الخاصه وهي طبعا ماده التطيب اللي يضعونها على الرقبه لان الرجل ممكن ايضا يضعها. بني نشوفه طبعا بيضعونها على رقبته. حطت الماده طبعا الدهن موجود داخل وحطت اللي هو العشب هذا اللي قلت لكم عنه يشبه نوعا ما الريحان وتتطيب به بيدها اولا. يمسحون طبعا في قطعه جلد الخروف. اذا طبعا هذا زوجها فهي تضع له الان تضع له لو تلاحظون على اول شيء تحط له على هذا خلينا نقول الشيء اللي يحطونه على الطوق اللي على رقبته. طبعا الزعيم عنده على حسب ما عرفنا في البدايه لما تعرفنا عليه انه عنده ثلاثه زوجات موجودين معاه في هذه الاسره من قبائل الهمبه. هو موجود خلاص خلصت اوكي خلص في الخلف وايضا على طبعا مو على شعره وانما على قطعه الجلد التي يضعها فوق راسه. وهذه لازم تكون باللون الاحمر. شوفوا هاي الماده والله ريحته جميله جدا والله. Smells good. تمام. مثل ما نحن لما نشوف الآخرين يقبلون علينا أو نزور حد ونشوف عليه مظاهر إنه نقول مو متسبح يعني مو مغتسل يعني مو ماخذ شاور. ليش؟ لأن نشوف شعره كش ولبسه وهندامه غير نظيف فالواحد يترجم ذلك على أن هذا الشخص لم يأخذ حمام يعني لم يتسبح تمام ويغتسل. بالنسبة لقبائل الهمبة الشخص الذي لا يضع هذا الطيب الشخص الذي لا يمسح باللون الأحمر البودرة هذه على الجسد الشخص الذي لا يضع الروائح الطيبة حول رقبته أو النساء على جسمهن هذا يعني بأن هذا الشخص غير نظيف. فلذلك هم اللي يشوفونه ما يحط هذا الشيء معناته ما يحط هذه المادة يعني مو بنظيف. وأنا بصراحة ما يعجبني أن الناس تفكر أن أنا مش نظيف. أنا نظيف فخلوني أخذ شوية. Give me. نظيف انا الحين نظيف امم والله امم good تمام I like it. اوكي هيبا اوكي هيبا اوكي هيبا اوكي هيبا اوكي هيبا تمام. اذن سمعنا من الشعوب تعرفنا عليهم عن قرب أكثر. ليس بالضرورة من يظن بأن ما نراه وينتشر حول العالم بأن هذه صفاتهم هذه أشكالهم يعني والله هم مو بنظاف شكلهم غريب إلى آخره. كل اللي أريد أقوله بأن من القبائل ممكن نتعرف أكثر ونتعلم أكثر عليهم. انظروا إلى هذا الأمر. أنا فعلا الآن أجد نفسي كأني طالع من علبة عطر من الروائح الجميلة اللي موجودة. من لا يضع هذا الدهن فبالنسبة لهم هو غير نظيف. سبحانك ربي. نتقرب شوية أكثر ونتعرف أكثر هكذا ممكن ما نحكم بشكل سريع. أمم والله أمم. مسواك أمم نحن كنا نفس الشيء كنا نفس الشيء بشر. سواء كنت هناك ولا هني تبغى تغسل ضروسك ما عندك معجون شو تستخدم؟ تستخدم هذا. تعالوا نكمل أوكي. يلا Let's go.
الواحد شوي يتأمل في الموضوع يقول سبحانك يا ربي، يا كثر ما كنا نشوف الهمبة في الصور ويا كثر ما كنا نحكم بشكل عجيب غريب عن ليش مسوين في أعمارهم، ليش صابغين أعمارهم باللون الأحمر، فعلا عايشين بهالطريقة. ها سلام عليكم، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ سلام عليكم، شو تسوي؟ إيه مني هذا خشم، خشم عيون، أي أي عيالك أنت، جلس مني، جلس تعالي يا ستي، مني عاد حفظت أنت الكلمة، أوكي. شوف وجهه، شوف هالجميل، شوف هالجميل، كثير من عيالهم، كثير من عيالهم ومن نسائهم ورجالهم يعملون ويشتغلون في وظائف كثيرة في أماكن مختلفة، يقولون نحن نذهب نروح. أنا بعد باقي لي كم من مشهد باب. إيه أنتو كميل. أوه آه آه حبيبي. آبائهم وأمهاتهم يشتغلون في مدن ويلبسون لباسهم الطبيعي اللي إحنا نعرفه، بنطلون. هي إطغاء هو إغار. أوكي تعال. أوكي أوكي أوكي. عيالهم كثير منهم أباهم وأمهاتهم يشتغلون في إدارات حكومية وغيرها مؤسسات، ولكنهم يرجعون في الويكند أو في العطلة الأسبوعية ويأتون إلى أبنائهم وهم ترى يلبسون بهذه الطريقة، لكن إذا راحوا للمدينة لبسوا اللباس طبيعي من البنطلون وغيره. هل أهل الهمبة بعضهم يقومون بذلك؟ نعم يقومون بذلك. هل هذه القبيلة بحد ذاتها تفعل ذلك؟ كلا، هم لا يقومون بذلك، هذه حياتهم، هذه طبيعتهم، وعايشين أمورهم طيبة والحياة حلوة ومستمرة، ولا هم دارين بسوشيال ميديا ولا معاونين راسهم بشيء، وما حد عنده تليفون منهم غير يمكن شخص واحد شفناه لما وصلنا الى المنطقه الاساسيه، المنطقه اللي نحن فيها الاوبور هذه، كان في واحد من عندهم، يمكن شخص واحد كان لقيناه عنده هاتف، وما عندهم طبعا جنريتر، فاذا بيتشرج لازم يروح المدينه، وسالفه طويله. كل اللي بنقوله بان المشهد اللي نشوفه الان امامنا، اذا فعلا اردنا ان نتحدى انفسنا بتقبل الاخر، هو أنك لا تتعاطف، هو أنك لا تقول هؤلاء مساكين، لا تقول أن طالع يا أخي سبحان الله يا أخي والله هذول ناس يعني ما يعرفون الحق ولا وناس خطأ. لا، الأفضل أن نحن نتأمل في الموضوع، وتعلمنا بأن في هذا التسامح هو المسامحة ما بيننا، أن أنا يعني أقبل كما أنت وأنت تقبلني كما أنا. إذا عندي شيء زين أبا أقدم لك إياه، لا أفرض عليك، وإنما أأتي وأثر عليك بأخلاقي بتعاملي معك، وبهذا أستطيع في يوم ما أن أقول لك. إذا أردت فالحياة المدنية موجودة، وأن تبقى تعترف بأصلك وفصلك وبهويتك وبقبليتك، وهذا ما في أي مشكلة، وممكن أنك أنت تمارس ذلك، لكن أيضا هذا موجود. أو على الصعيد الآخر، أني أرى هذا الإبن وأكيد أستعجب، أقول إذا مرض كيف يعالج؟ صحيح الناس بتقول هذه حياتهم، هم حرين فيها، يقومون بما يريدون، يعالجون أبنائهم كما يريدون، نعم، لكن أيضا واجبي أنا الآن كابن آدم وحواء أني أسعى أني أؤثر ولو بشيء بسيط. لو أرادوا شيء يوم من الأيام عندهم رقم تليفوني، نحن راح نكون متواجدين، وكحال كل الدروب نعود بنزورهم. دروبنا الملهمة مستمرة بإذن الله تعالى، لأن رسالتنا واضحة، نريد أن نتقرب ونتعمق أكثر على أبناء آدم وحواء، أخواننا وخواتنا، مهما كانوا مختلفين، مهما كان كل شيء فيهم مختلف عنا، لابد أن نرى بأنها صورة جميلة تكملنا مع بعض. نلقاكم إن شاء الله في درب ملهم قادم، مع السلامة. يلا. في داخلي صوت ينادي للدنا، لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. داخلي صوت ينادي للدنا، لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. قد تختلف ألواننا، أدياننا، أوطاننا والألسنا، لكننا أبناء آب واحد، والأم أيضا واحدة. مهما تفارقنا الدروب، ودروبنا متباعدة، سنعود للبيت القديم، سنعود.
أنت أخي أو شئت قل أنت أنا.